هذا المبنى التجاري في مدريد يذكرها بفترة عصيبة. كانت فاريسا سيلفا قد اضطرت إلى ممارسة الدعارة، فالبرازيلية كان لديها ابنة صغيرة وكانت تمر بضائقة مالية، وهكذا وقعت في قبضة المتاجرين بالبشر الذين جلبوها إلى إسبانيا. عندما يحاولون الإيقاع بك يصورون كل شيء أفضل ما يمكن، لكن عندما تصلين هنا ستكتشفين أن كل شيء مختلف. أخذوا مني هويتي الشخصية ووجدت نفسي فجأة واحدة هنا في نهاية العالم. على مدى 10 أعوام كانت تبيع جسدها هنا في إسبانيا، حيث الطلب على الجنس مقابل المال هو الأعلى في أوروبا، في البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لم ينظم بعد قانون الدعارة. إسبانيا هي تايلاند أوروبا وبوابة النساء المهاجرات للوقوع في حبائل المتاجرين بالبشر. الحكومات تعرف ذلك ولا تفعل شيئاً. لكن الحكومة الإسبانية عازمة حالياً على وضع قانون يتضمن عقوبات قاسية للقوادين وغرامات على الزبائن. إنها تريد التصدي للتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. أخيراً خطوة في الاتجاه الصحيح، حسب قول نييفا وتيريزا اللتين تعملان لمنظمة إغاثة وتزوران بائعات الهوى في شوارع مدريد. يهدف القانون لمنح هؤلاء النساء وسيلة للخروج من الدعارة، لكن لا يزال يتعين إجراء تحسينات لضمان حصولهن أيضاً على وضع إقامة قانوني يتيح لهن فرصاً معقولة للتحرر من قبضة المتاجرين بالبشر والاستغلال الجنسي والحصول على مزيد من الحقوق، كي يمتلكن الجرأة للإبلاغ عن مستغليهن. أما الإسبانية بيلين دريك فتعارض القانون المقترح بسبب خشيتها من خسارة مصدر رزقها. إنها تعمل في المجال بمحض إرادتها كما تقول، تلتقي بزبائنها في المنزل أو الفنادق، فإذا واجه زبائنها تهديدات فيصبح الأمر سرياً. الدعارة لن تزول كما ظهر ذلك في أمثلة عديدة في بلدان أخرى سنت قوانين مشابهة. بدلاً من ذلك أصبح الوضع المعيشي لبائعات الهوى شديد السوء. القانون المقترح يجعل الأمور أكثر صعوبة عليهم. لا يجب تجريم الدعارة. نحن بحاجة إلى قوانين تعترف بعملنا كنتمكن نحن أيضاً من الحصول على إعانات بطالة ومعاشات تقاعدية وأشياء أخرى. تزور فانيسا سيلفا مكتب منظمة مساعدات تعتني ببائعات الهوى. على الدولة أن تضمن عدم وقوع النساء في أوضاع حرجة تدفعهن للعمل في الدعارة، وألا يسمح للرجال بشراء الجنس. لا يمكن قبول وضع تضطر فيه النساء لمضاجعة رجل مقرف وقذر ومريض ويتناول المخدرات عنيف فقط لأنهن غير قادرات على الحصول على الطعام. هذه ليست حرية جنسية. مرت فانيسا سيلفا بخبرات سيئة إبان عملها كبائعة هوى، لكن المرأة الخمسينية لا تشعر بثقة من أنها لن تسقط فيها مجدداً. باعتبار امرأة سوداء في هذه السن فإن احتمال عدم حصولي على عمل كبير، وبهذا فهناك خطر من الاضطرار للعمل في الدعارة. هذا أحد أسباب رغبتها في سن قوانين صارمة ضد الاستغلال الجنسي للبشر في العالم أجمع.